ما بتعرفيش تظبطي الهريسة؟ تعالي يلا في الفيديو ده هقولك ازاي تعمليها بطريقة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت تطلع مظبوطة معاكي، مرملة وماسكة نفسها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالي يلا نعمل الهريسة مع بعض بطريقة مظبوطة جدا جدا. اول حاجة جبنا حلة وحطينا فيها كوباية الا ربع من اللبن وكوباية الا ربع من السمنة، وهحطهم كده على بعض في حلة وهحطهم على النار لحد ما المكونات بتاعتنا دي تسيح مع بعضها، عاوزاها تدفى كده وتسيح مع بعضها السمنة مع اللبن. بعد ما ساحوا بالشكل ده على النار، هاجي بقى احط كوباية الا ربع من السكر عليهم، كمان معلقتين من عسل النحل، تقدري تستبدليهم بأي سيرم عسل تعمليه تقيل كده برضو زي عسل النحل، او معلقتين من عسل الجلوكوز لو انت مش حباها مسكره قوي، وبعدين رشه ملح. هقلبهم كويس مع بعض، عاوزه بقى السمنه واللبن يمتزجوا مع بعض جدا لدرجه ان انت ما تبيش فاهمه يعني السمنه من اللبن، يعني تقلبيهم تقليبه كويسه كده خالص لحد ما يمتزجوا كويس مع بعض. هتشوفوا معايا برضو في الفيديو كده هنوصل لدرجه ايه. هما بدأوا اهو خلاص كده يمتزجوا مع بعضهم، واول ما المكونات تدخل في بعضها والسكر يدوب عندي هنزل عليهم بنص كيلو من دقيق السميد او 3 كوبايات مجيات من بتوع الشاي من دقيق السميد. ودقيق السميد عشان تعرفي هو كويس ولا لا، يعني سواء ان انت هتحتاجي تضيفيله بيكنج باودر او لا، حطيه كده على ايدك. لو عمل دقيق يبقى كده ايه، عاوز سنة بيكنج باودر، طرف معلقة بيكنج باودر. لقيتيه مرمل كده خالص معاكي وما بيعصش الايد، يعني ما بيبدرهاش بالدقيق كده زي كده، خلاص هو ايدي كده هي اللي مبلولة، انما هو ما يعني ما بدرش ايدي خالص، يبقى كده مش هنحتاج بيكنج باودر. هقلب بقى المكونات بعد ما امتزجت مع بعضها بالسباتولا، مش همد ايدي خالص في العجينة، هنقلبهم تقليبة خفيفة يدوب بس ندخل المكونات في بعضها. وعندي بقى الصينية مدهونة بالسمنة زي كده، وهنزل بالخليط على طول. طبعا انا دلوقتي قبل ما اشتغل في البسبوسة ولا اعملها خالص مشغلة الفرن على درجة حرارة 170، قبل ما اشتغل خالص يعني حوالي ربع ساعة ولا 10 دقايق كده يكون الفرن يسخن كويس عندي. هسوي بقى البسبوسة بالسباتولا برضو كده، واخبطها خبطتين كده على الرخامه بحيث انها تتساوي معايا خالص، وهقسمها بقى تقسيمه كده بالسكينه او بالسباتولا برضو كده، يعني شكل ايه القطع بالشكل ده. حابين تضيفوا مكسرات بتضيفوا. دخلتها بقى على الفرن على طول على الشبكه. طبعا هي هتحتاج معايا الشوايه في الاخر، لما الاقيها خدت لون من الجناب هشغل عليها الشوايه، وتكون الشوايه هاديه لحد ما ايه تلون معايا. بعد كده جبت الحلة وهنعمل الشربات على ما البسبوسة تطلع. حطيت كوباية ونص من السكر عليهم 2 كوباية إلا ربع من المي، يعني انا كده حطيت كوباية ونص سكر، كوباية ونص مية، ضفت كمان شوية مية، يعني كده قولي 2 كوباية إلا ربع او 2 كوباية إلا تلت من المي بالظبط كده. حطهم على النار، هقلب كل السكر والمية على البارد قبل ما احطهم على النار. هندوب السكر كده على البرد عشان ما يسكرش معانا، وهننزل بيه هنحطه على النار بعد ما يغلي. اول ما يغلي كده يعني 5 دقايق او اقل، غلوتين ثلاثة بس كده، هطفي عليه النار واضيف له كيس من الفانيليا وعصرة ليمونة. كان خلاص الشربات هدي شوية، يعني هدي بقى نص حرارة كده على ما البسبوسة طلعت من الفرن. هنزل بقى بالشربات وهي لسه البسبوسة طالعة من الفرن سخنة، هنزل كده بالشربات عليها، كان هو هادي كده نص نص، يعني حرارته نص نص، هي لسه هي البسبوسة سخنة فعشان كده بتدخن. ضفت بقى الشربات كله لها، وهي مش هتشربه كله مرة واحدة، هنغطي بقى كده الصينية حوالي 10 دقايق، هتبص تلاقيها شربت كل الشربات. المقدار بتاع الشربات بتاعنا اللي عملناه ده بالظبط على قدها، يعني مفضش منه حاجة،
غير حوالي معلقتين بس اللي صفيتهم، وانما هي شربته كله. جبت بقى نص كوباية من اللبن على نص كوباية من الكريم شانتيه، عليهم معلقة سكر، وهنضربهم ونعمل الكريمة بتاعتنا النهاردة من غير مهلبية، هنعملها بالكريم شانتيه وان شاء الله هتعجبكم. جربها بالطريقة دي، يعني هي عجبت الاولاد وكانت الطريقة حلوة قوي. هنضربها كده ونعمل الكريمة بتاعتنا بالشكل ده. وطبعا بس مش هينفع ان احنا نحطها على البسبوسة قبل ما تبرد خالص، بعد ما بردت هنطلع بقى قطعة مع بعضنا كده، وزي ما انتوا شايفين متماسكة خالص. هنحط بقى عليها الكريمة، وادي القطع التحفة بتاعتنا. ده كان فيديو النهاردة، حطوا لايك واعملوا معايا اشتراك في القناة، واشوفكم على خير في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.